موضوعنا الرئيسي بشو صار يوما بعد يوم يضيق الخناق اقتصاديا على النظام وأذرعه المالية بهدف تجفيف مصادر تمويله التي يعتمد عليها في دعم آلته العسكرية. نعم، وعلى الرغم من قدرة النظام على الالتفاف والاحتيال على العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه وعلى المؤسسات أو حتى رجال الأعمال خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه العقوبات ما تزال مستمرة، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة. خلنا نشوف تقرير وبنرجع لنتحاور. فوق بقايا أحلام السوريين وعلى دمائهم، بنى رجال أعمال النظام مشاريعهم الاقتصادية الضخمة، مقدمين بذلك خدمات لا تحصى للنظام، ليراكموا ثروات هائلة خلال السنوات القليلة الماضية ويتقاسموها معه سرا في الخفاء من تحت الطاولات وخلف الستائر. حزمة من العقوبات الجديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 16 فردا وشركة، وطالت شركتين لسامر فوز ومقرهما لبنان، وهما متخصصتان باستيراد النفط الإيراني، وفندق فور سيزون في دمشق، إضافة إلى عقوبات أخرى على قناة لنا التلفزيونية وشركة إيمار الشام للإنتاج الدرامي التي تقود حاليا الماكينة الإعلامية والفنية المؤيدة للنظام. فهل تكون هذه العقوبات مع سابقاتها خطوة أخرى متقدمة على طريق تجفيف مستنقع المياه الملوثة والعميقة التي يسبح فيها حيتان الاقتصاد السوري وعلى رأسهم حوت الأعمال سامر فوز؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يكون معنا في الاستوديو دكتور فراس شعب، باحث في الشأن الاقتصادي السوري. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. ومن فرنسا رح يكون معنا عبر السكايب يونس الكريم، استشاري اقتصادي بالشأن السوري. أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. قبل ما نبدأ حديثنا بدي أطرح على مشاهدينا سؤال حلقة اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على رجال أعمال مقربين من النظام، برأيك هل تسهم في تجديد الحصار على النظام؟ الإجابة بنعم أو لا على موقع تلفزيون سوري على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. رح أبدأ معك أستاذ يونس، لو تشرح لنا إحنا والأستاذ المشاهدين ما هو مضمون العقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع النظام الاقتصادي. بالبداية مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام وكل العزاء للوطن بفقيدنا السارون. هلا حقيقة المضمون العقوبات هو ما هو مضمون جديد، هو ابتدأ من 2011، عزز العقوبات الأوروبية بكانون ثاني ب 2019، وجاءت هذه العقوبات مكملة. مضمونها حسب وكيلة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية تقول أن سامر الفوز وأقرباء وإمبراطورية المالية استفادوا من الأوضاع الحرب السورية وأنشأوا مشاريع مدرة للأرباح. هذه إشارة استفهام لكون وكيلة تتكلم بهذا الصيغة. ثم استكملت البيان الخزانة أن الأسد سهل لهؤلاء الرجال أعمال تحقيق أرباح كبيرة، وأن هؤلاء الرجال أعمال يقدمون دعم لنظام الأسد وتمويله وتمويل آلة العسكرية، إضافة إلى أن هؤلاء الكيانات الـ 13 اللي تم معاقبتهم هم يعتبروا الآن الجهاز المالي للنظام، وبالتالي هم يحاولوا تحجيم الاستفادة النظام ودعمه كون أنهم يستفيدون من معاناة السوريين أو الشعب السوري والفقراء. الفقراء حتى هنا كلمة الفقراء أيضا تثير الاستغراب، لأنه بيان خزانة مالية أمريكية تتكلم بالصيغة استعطافية، وكل هذه البيانات والقرائن التي تدل على غسيل أموال هذا الرجل وزمرته شيء غريب، وإن تدل أن هناك ليس هي عبارة عن رسائل للنظام. نعم. عندما يتكلم خزانة المالية الفدرالية التي لديها كل البيانات عن كل العالم، كل رجال أعمال بصيغة استعطافية، فقراء ووطن ومشاريع، يدل أن لا هناك جدية بهذا الموضوع، إنما هي رسائل لنظام الأسد. نعم.
دكتور فراس، يعني مثل ما ذكر الأستاذ يونس أنه هذه العقوبات ليست بالجديدة، ولكن العقوبات الجديدة كيف يمكن أن تؤثر وإلى أي مدى تؤثر سلبا على النظام حاليا؟ في الحقيقة هذا العقوبات اليوم هي استمرار لمسلسل طويل، سواء كانت عقوبات اقتصادية، ولكن النظام دائما يلتف على تلك العقوبات. النظام له باع طويل في الالتفاف بصراحة. هذه العقوبات تحمل صبغة سياسية أكثر منها صبغة اقتصادية. يعني اليوم ما يتم تداوله عن عقوبات اقتصادية لا تؤثر في أنظمة شمولية مثل النظام السوري، هي عبارة عن دغدغة مشاعر لبعض المتعاطفين مع الثورة السورية، لبعض المتابعين أو المشاهدين للموقف الأمريكي. هي بالحقيقة تضيق الخناق على النظام، تشد الحزام على النظام لبغية أنه في مرحلة من المراحل إسقاط النظام، ولكن لا تسقط هذه العقوبات النظام. اليوم هو كما ذكرت هي عبارة عن رسالة سياسية تقول فحواها أنه لا يوجد تعويم للنظام، لا يوجد إعادة هيكلة النظام كما كانت تسعى روسيا. روسيا تسعى إلى إعادة النظام إلى المجتمع الدولي، تسعى إلى جذب الدول الغربية والدول العربية إلى 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 سوريا من خلال إعطاء الشعور أنني أنا من أسيطر على الأرض، وذلك من خلال السيطرة على مقدرات الاقتصاد السوري، السيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري. أمريكا ومن وراءها الغرب في الحقيقة. هذه العقوبات هي عقوبات أمريكية وليست عقوبات دولية. اليوم أعتقد أنهم أذكى من أن يكونوا تركوا أموالا موجودة في أمريكا. اليوم هكذا إمبراطوريات أخطبوطية لا، يعني هي لها باع طويل في الالتفاف على العقوبات وفي التعامل مع العقوبات. أعتقد أن أثر العقوبات هو أثر محدود، خاصة إذا علمنا أن الشركات التي تم معاقبتها تعمل في المحيط المجاور إلى سوريا، لبنان، الإمارات، هي ليست دولية بالمعنى، وليست دولية. فأعتقد أن أثر تلك العقوبات هو أثر، يعني تأثيره هو سياسي. ممكن تتأثر الليرة السورية بهذا القرار، ممكن تتأثر بعض الاستثمارات التي كانت تطمح أو تأمل أن يتحسن الوضع في سوريا، أنه أوكي رح ندخل على بلد، ولكن هذه العقوبات هي رسائل سياسية. هي رسائل سياسية، ولكن لا يمكن أن تؤثر على النظام بذلك التأثير. يمكن أن تؤثر عليه من حيث الحاضنة الشعبية، لأن النظام، لأن الشعب هو من يتأثر في النهاية. نعم، حرجع لعندك أستاذ يونس، هل تأخرت هذه العقوبات أم أنها جاءت في الوقت المناسب؟ بالحقيقة بالعقوبات لا يوجد شيء اسمه تأخر أو جاء بالوقت المناسب، كون أنه هذا النظام دكتاتوري 2 سنوات عم يدبح بالشعب، فأي نقطة من أي لحظة ممكن إيقاف آلة القتل هو إنجاز للسوريين، إنقاذ لباقي الأرواح التي لم تصل إليها الآلة العسكرية للنظام والنظام الروسي. الآن العقوبات حقيقة لنقول إن هل هي جدية أم لا، هذا هو المهم. العقوبات الأمريكية الآن هي غير جدية، 16 كيان، 13 كيان، هذا الكلام لا يوقف النظام الأسد. الأسد أصلا الإمارات هي ملاذ ضريبي آمن، الخامنئي كل الحرب التي بين الإمارات وإيران للخامنئي استثمارات ضخمة جدا للإيرانيين، استثمارات ضخمة بدبي، فما بالك يعني بشار الأسد أخته بدبي لم يستطيعوا إيقافها، رجال أعمال كلهم بدبي، رامي مخلوف بدبي، الجميع حتى والدة بشار الأسد كانت بدبي، وبالتالي هذا الأمر هو دبي ملاذ ضريبي آمن ولا يوجد أي عقوبات، إنما هو إعلامي، رسالة سياسية كما ذكر ضيفك الكريم للنظام الأسد، يجب أن تعود إلى الحل السياسي، يجب، لكن الحقيقة لا شيء. حتى القانون من البارحة تم مصادقة على ميناء طرطوس، هذا ليس دعم يعني للنظام الأسد ماليا ولو بشيء. يعني أخذ ميناء طرطوس الروس، ما هو المقابل؟ هو دعم للنظام الأسد. الآلة العسكرية تقتل بأبنائنا بإدلب، ما هذا ليس دعم؟ إذن الأمريكان غير جديين. لو أرادوا أن تكون العقوبات الأمريكية جدية المالية تستطيع أن تحدث فرق هائل بالآلة العسكرية. كيف يمكن أن تكون جدية أستاذ يونس؟ كيف يمكن أن تكون جدية هذه العقوبات؟ الحقيقة هناك كثير من الإجراءات ممكن تناولها. أولا سريعا لو سمحت، فرض طبعا فرض رقابة مالية ضخمة على جميع الشركات التي تم تأسيسها سواء بسوريا، بالأردن، بمصر، بتركيا، بالخليج العربي، والتي هي أسست من 2011 وما تليها خلال الثورة، والتي للسوريين. هذه المراقبة هم جزء من رجالات النظام الداعمين له ماليا. عندما يتم الوضع
رقابة مالية البنكية عليهم سوف يتقيد الحركة، سوف النظام الأسد سوف يحتاج إلى العملة الصعبة لتغطية آلة العسكرية، عندها سوف نجد الفرق. عندما يتم مراقبة رجال الأعمال بدبي والأملاك التي للنظام الأسد بدبي وبإيطاليا وبأثينا، نستطيع أن نحجم حجم الأموال التي يحصل عليها نظام الأسد، وهذا أمر طبيعي ولو مكلف نوعا ما. ابقى معنا أستاذ يونس لو سمحت. دكتور فراس، هل يمكن تطبيق هذا الكلام؟ هل يمكن فرض رقابة مالية أمنية على بعض رجال الأعمال، خاصة أنه مثل ما ذكر الأستاذ يونس أغلبهم موجودين في دبي؟ هل يمكن تطبيق هذه الرقابة؟ أنا أتفق ما قاله الضيف الكريم، يعني أستاذ يونس، اليوم هذه الأسماء هي عبارة عن كروت تستخدمها النظام، النظام دائما كل فترة يقوم بتجديد وتلميع بعض أعوانه وبعض الشركات كانت هناك، حتى هو النظام يقوم بفلترة نفسه بنفسه. عندما رأينا بعائلة العنزروتي عندما قام بتصفية أو الحجز على شركات كتاكيت، وهنالك كثير من التجار التي قام بالحجز عليهم، هو يقوم بتصفية نفسه بنفسه ويقوم بتغيير تلك الوجوه. هذه هي عبارة عن وجوه، هي عبارة عن لاعبين ليسوا مؤثرين، يعني اوكي راح فوز بيجي غيره. فهي الفكره ما في جديه، ما في قرار صارم بمحاصره الاقتصاد السوري. علما ان امريكا، عندما تحدث عن امريكا، امريكا باختصار قد تقوم ببعض الخطوات التي تقطع الامداد عن النظام. يعني اليوم اعطيكم مثال، المنظمات السوريه كانت تعمل في لها مكاتب في الاردن وفي العراق وفي لبنان وفي تركيا، قام النظام بالسعي الى تسكير جميع المكاتب للمنظمات وما عدا تركيا، لكي العمله الصعبه، المنظمات تدعم بالعمله الصعبه، فالعمله الصعبه جبر النظام المنظمات على ان تكون الروقة او وسائل دفع الاموال في الداخل السوري عن طريقه. وهذا مورد اساسي، يعني منظمات تضخ ملايين الدولارات، اذا ما تحدثنا عن مليارات الدولارات. هذا كيف نقول عقوبات وكيف نسمح له بادخال الاموال عن طريق منظمات التي نحن ندعمها؟ هذا لسان حال العقوبات اليوم الاوروبيه او العقوبات الامريكيه، هي عقوبات لحفظ ماء الوجه. نعم. هي عقوبات لحفظ ماء الوجه ليس أكثر. أمام المجتمع الدولي يعني وأمام الإنسانية وأمام العالم، أننا قمنا ببعض الإجراءات، قمنا ببعض الضغوط على النظام، ولكن الإمارات هي مرتع لأموال النظام، لبنان، العراق، كثير من الدول الأوروبية والدول الأسيوية هي مرتع للنظام. النظام حاول الالتفاف على العقوبات وهو له باع طويل. يعني اليوم نتحدث عن إيران أو روسيا، إيران وروسيا هم يعني إيران محاصرة اقتصاديا منذ فترة طويلة، وروسيا محاصرة اقتصاديا، ولكن يتعاملون ويستطيعون استكمال الحياة الاقتصادية. هذه العقوبات تضيق الخناق، نعم، تشد الحزام، نعم، ولكن لا تؤثر على هكذا كيانات. مجرد كلام يعني. رح انتقل عند أستاذ يونس، هل لدى النظام ورجال أعماله القدرة على الالتفاف أو حتى الهروب من هذه العقوبات كما فعل في السابق؟ طبعا أبلش من النقطة اللي وقف فيها ضيفك الكريم. نعم، يعني إيران التفت وروسيا ونظام الأسد من السبعينات، وأنا أسمع يعني السبعينات طبعا، وأنا بالتسعين سمعت لما وعيت على الدنيا صرت أسمع أنه نظام الأسد معاقب ومحاصر، ولا زال، وقرأت كثير من السبعينات هو محاصر. نعم، النظام أسهل شيء عنده الالتفاف، يعني فرضت على 2011 مجموعة عقوبات على رجال أعمال شكلوا العمود الفقري للنظام، لكن تم الالتفاف، حمشوا رفع عنه العقوبة، هاني الأسعد رفع، بيت الأسعد رفع، جميع العائلة رفعت عنهم العقوبات، وكثير من الأسماء الكبيرة التي تم رفع عنهم العقوبات. اللي يحتاج رفع العقوبات كل ما في الأمر علاقات دولية، والنظام الأسد يملك علاقات دولية مع مستثمرين كبار بكل الدول، إضافة إلى مكتب محاماة متمرس كبير، وهذا الأمر سهل بالأموال أن تجلبيه، وبالتالي لا توجد عقوبات حقيقية على النظام. نعم، وصلت الفكرة أستاذ سامر. ابقى معنا لو سمحت، بدنا نشوف مادة أعدى الزملاء في قسم النيو ميديا ونرجع.
أستاذ يونس، إذا بدنا نحكي عن سامر فوز تحديداً ومؤسساته، شو طبيعة الخدمات الاقتصادية التي قدمها للنظام؟ بالحقيقة سامر فوز كل مشاريعه حتى الآن هي مشاريع وهمية. الهدف الرئيسي لسامر فوز اللي قدمه للنظام هو إبعاد وإصدار ضجيج يبعد عن المستثمرين الحقيقيين الداعمين للنظام. من الوصول لسامر فوز طبعا اليوم هو 13 حزيران والبارحة 12، هو نفس موعد تأسيس أو ظهور سامر فوز من 3 سنوات بال 2017 وتأسيسه لشركة أمان القابضة، وبالتالي كان هدفه فقط هو إصدار ضجيج كبير بحيث يلفت الانتباه الإعلام عليه ويبعد عن المستثمرين الحقيقيين. فلم نعد نسمع عن رامي مخلوف، عن حمشو، عن رجالات أعمال كثيرة تدخل وتخرج وتمارس أعمالها بحرية دون أن نسمع عنهم بسبب سامر فوز. اليوم سامر فوز يرشح نفسه، يعني هو تصدر الواجهة الاقتصادية لسوريا صحيح، يعني ولكن هو يقوم أيضا أو عنده يعني شركة إيمار، شركة أمان القابضة، كلها تقدم خدمات وتقدم دعما للنظام. المهمة الثانية هي عملية حوالات مالية، حوالات مالية للنظام. هو يعمل كنوع من السمسرة الأموال التي يستطيع نقل أموال بشركات بدبي، يدير أموال بشار الأسد بدبي وبأماكن أخرى، بحيث أنه يقبض أموال ويحول أموال ويساعد على الحصول على أموال. أما داخل سوريا فكان هدفه الأول فقط هو شرعنة مجموعة استثمارات وتحمل اللوم والعبء هو، لكن جميع المشاريع التي تدخل بها سامر فوز لم تبصر على النور، لا زالت هي عبارة عن مخططات لا توجد على الأرض. لذلك سامر فوز أنا بالنسبة لرأيي كاقتصادي هو عبارة عن فقاعة، المهمة الأساسية هو إبعاد الأضواء عن المستثمرين الحقيقيين لنظام الأسد والنظام الاقتصادي. الهدف الآخر هو عمل تحويل أموال بحيث إن نحترق هذا الكرت لا تأثير عليه. الآن رامي مخلوف لم يعد يذكر على الإعلام، وبالتالي هو الآن يحقق كل أعماله بالصمت وبأريحية. حمشو كذلك الأمر، راتب شلاح، الكثير من الأسماء لم نعد نسمع عنها رغم أن هي شكلت بفترات طويلة جزء من منظومة النظام الاقتصادي. الشيء الآخر الحوالات المالية، كيف يتم تحويل الأموال والدخول وخروج؟ سامر فوز يقوم به تلميع جذب مستثمرين سواء من تركيا أو من الإمارات أو من باقي الدول، أيضا يقوم بها سامر فوز. على نلاحظ سامر فوز كل شركة القابضة هي عبارة عن 3 أشخاص، هو وأخوته الاثنين. إذا نظرنا إلى سامر فوز، شركة رأس مال شركته هو 600 مليون رفع إلى 25 مليون ليرة سوري، في حين أن استثمار ماروتا سيتي هو يقارب 88 مليار دولار. فأي يعني أي عمل يستطيع أن يقوم به؟ هو هذا الرجل هو عبارة عن فقاعة إعلامية. اليوم عيد ميلاد كلف 5 مليار، والبارحة كان مرشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر هو عبارة عن فقاعة يشغل بها الإعلام لإبعاد عن الأشخاص الحقيقيين المحركين والفاعلين على الأرض للنظام السوري. نعم. رح انتقل عندك دكتور فراس، برأيك كيف رح تكون نتائج هي العقوبات مستقبلا؟ أما حتكون مثل اللي سابقتها مجرد هي حبر على ورق أو حتى تصاريح فقط؟ خلينا نشوف الواقع الاقتصادي في السوري. الاقتصاد يترنح، أزمات متتالية. سواء كانت غذائية، مائية، نفطية، واليوم نشاهد أزمات طبيعية للأسف، وأزمات مفتعلة وحرق للمحاصيل الزراعية، وهو حرق للإنسان السوري بصراحة. هذه العقوبات سوف تكون مثلها مثل العقوبات السابقة، سوف تمر، هناك زوبعة إعلامية سوف تحدث، قد يتأثر الاقتصاد والليرة السورية، قد تتأثر بعض المنشآت، هنالك خوف داخل السوري، هنالك حالة رعب من الموالين أن بلشت الأفراد الموالين للنظام أو الواجهة التي تدعم النظام وتمثل النظام بالخارج بس بدأت عملية غربلتها تماما. أنا بدي أسألك، يعني شو تعليقك على الكلام اللي ذكره الأستاذ سامر، أنه سامر فوز سامر فوز هو مجرد فقاعة؟ هل صحيح هذا الكلام؟ وهل صحيح أنه المشاريع التي يقوم بها لا يمكن أن تدعم النظام؟ نحن كما ذكرت لكم دائما النظام يحاول إحلال وجوه جديدة. ذكر الأستاذ يونس أسماء كانت قائدة للاقتصاد السوري في مرحلة من المراحل، اليوم هذه الأسماء غير موجودة على الساحة السورية.
بس انشهر كثير او صار عليه حكي كثير او كثير عقوبات فهو يبدل الالات. سامر الفوز عفوا ذكرت نقطه مهمه انه يمكن ان تؤثر هذه العقوبات على الليره السوريه او يمكن ان تؤثر على المواطن السوري، كيف يمكن ان تؤثر؟ اليوم الليره السوريه يعني سعر الصرف متاثر بعوامل نفسيه، مجرد اشاعه هكذا خبر سوف يؤثر على سعر الصرف، واليوم المركزي يعني عاجز تماما عن مساعدة الليرة السورية، اليوم وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 585 وهذا رقم لم تصله من قبل. طبعا هذا عندما تنهار، عندما تدهور قيمة الليرة فتتدهور قيمة دخل المواطن ويتدهور قيمة ما يحصل عليه المواطن وترتفع الأسعار. عندما تفرض عقوبات على بعض الشركات التابعة للنظام أو التي تمثل النظام بشكل أو بآخر، فإن النظام سوف يكون أشد قساوة وأشد حزما في التعامل مع المواطنين وفي التعامل مع الحالة الاقتصادية التي هو في الأساس لم يستطع إدارة أي أزمة فيها. صحيح صحيح. خلينا نشوف الناس شو علقت على هذا الموضوع. في تعليق من سلمى إبراهيم: كلنا بنعرف أنه هدول النصابين أملاكهم كلها بأسماء واجهات تانية أو حاطين بعقارات وشركات داخل سوريا. أيضا في تعليق من أنس شاوي عم بيقول: سامر فوز هو رامي مخلوف الجديد، يمكن نحن حكينا أنه كلها أسماء متشابهة والمبدأ واحد. في رجاء فاتح كاتبة: شكيناكم إلى الله وإلى كل من تخاذل وقام بقتل يمكن وتشريد ونهب الشعب السوري. في عنا تعليق من مصطفى عم بيقول: درب المجرمين واللصوص واحد هو القتل والابتزاز، وهم شركاء في سرقة وقتل المواطن السوري ودمار البلد. في عنا تعليق آخر من مربيان يمكن هيك اسمه: خطوة جميلة لكنها جاءت بعد هدم منطقة بساتين الرازي بالكامل وما تبعها من تهجير لسكانه والسلاء على ممتلكاتهم. دكتور شو تعليقك على هالتعليقات؟ يعني هذا وجع شعب، وجع ناس التدعيت. يعني اليوم صحيح. المساكن التي هدمت في المزي من أجل كرمة لعيون فوز وما يمثله الفوز، فهذه سوف تحاسب، سوف يحاسب النظام عليها، سوف يحاسب الفوز ومن خلف الفوز ومن هو يمثل الفوز ومن يمثله الفوز. أعتقد أن التاريخ لن يرحم هؤلاء ولن يرحم من ساعدهم ولن يرحم من وضعهم. أكيد أكيد. فيما يخص سؤال حلقة اليوم: عقوبات أمريكية جديدة على رجال أعمال مقربين من النظام، برأيك هل تسهم في تجديد الحصار على النظام؟ كانت النسبة نعم 40% ولا 60%. يمكن النسبة متشابهة جدا أستاذ يونس مع رأيك. طبعا، بس كمان أنا يعني وجود العقوبات أفضل من عدم وجوده، بحيث أنه يشعر النظام أنه لا زال غير مرغوب فيه على الساحة الدولية وأنه عليه أن يقدم المزيد من التنازلات. فيعني صراحة الوجود العقوبات هو يشجع ويعطي الأمل، لأن أنه لسه لا زال المجتمع الدولي لم يرتخ لروسيا لإعادة تعويم النظام، وبالتالي نستطيع إسقاط المزيد من الإضاءة على هذا الأمور. لعل أحد ما يسمع، أحد ما يرى، ويساعد هذا الشعب المسكين. نعم، الأستاذ يونس الكريم استشاري اقتصادي بالشأن السوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأيضا في الاستوديو دكتور فراس شعب وباحث في الشأن الاقتصادي السوري. شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معكم ولكن بعد الفاصل.